وللحديث عن أوضاع السجون الحكومية وتأكيدات وجود عمليات إبادة ممنهجة فيها، معنا من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا دكتورة، ما الذي يمنع وزارة العدل من اتخاذ إجراءات لإنهاء عمليات الإبادة الممنهجة والتعذيب التي أكد النائب رعد الدهلكي وجودها في سجن الحوت، ولماذا هذا الإنكار؟ يعني هذه الوزارة في الحقيقة هي جزء من ما يحدث للسجناء والمعتقلون من عمليات تعذيب ممنهجة ومنذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، ولا زالت هذه العمليات مستمرة لحد الآن دون أن يتم وضع حد لها. وزارة العدل نقول أنها مشاركة من خلال إهمال ملفات المعتقلين الذين يوثقون ما يحدث لهم من عمليات انتهاكات وتعذيب على أيدي سجانيهم، ودون الالتفات والتحقيق في هذه المعلومات او يعني ايقاف المجرمين الذين يقومون بهذه بعمليات التعذيب عند حدهم. هذا هو واجب وزارة العدل، ولكن مع الأسف الشديد مع تفشي الفساد في السجون الحكومية وما تسبب في ان تستمر حالات التعذيب على حاله هذا منذ سنين عديدة دون ان يتم يعني الحد منها او حتى على الاقل تقليلها والاهتمام بما يوثقه المساجين من هذا التعذيب والالتفات اليهم وحمايتهم حالهم كحال مواطنين العراق. دكتورة فاطمة، في الحقيقة هذا النوع من التعذيب المتواصل مستغرب ومستهجن، يعني ولا يعرف الناس لماذا يتواصل التعذيب في السجون، على الرغم من أن هؤلاء المعتقلين من المفترض أنهم يعني حكمت عليهم المحكمة بالسجن على سبيل المثال وبعقاب ما، وينتهي موضوع التعذيب أو التحقيق، فلماذا يجري خرق المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء حتى في أي دولة في العالم؟ يعني مثل هؤلاء الذين يقومون بعمليات التعذيب، أولا هم ليسوا أناس أسوياء في الحقيقة، هذه من ناحية ليسوا أناس يصلحون إلى الإشراف على السجون والاعتناء بالسجناء بدل أن يمارسوا بحق السجناء صنوف التعذيب، حتى بعضهم أنه يعني وصلت الحالة إلى الكثير من الحالات إلى الموت على أيدي السجانين، هذه من ناحية. إضافة إلى ذلك أصبحت في السجون مافيات وعصابات تستفيد، وأحد وسائل ابتزاز المعتقلين وابتزاز حتى ذويهم الذين خارج السجون هو عمليات التعذيب. إضافة إلى الحقد الذي يعني يكمن في نفوس بعض السجانين الذين يمارسونه عن طريق التعذيب، عن طريق التمييز الطائفي، عن طريق التمييز الديني وغيرها من يعني شتى يعني ما يعني بالنسبة لهم هذه يعني مخالفة لهم، ولذلك فهم يستحقون أن يحصلوا على هذا القسط من العذاب إذا صح التعبير. هؤلاء إضافة إلى ذلك فهم يستندون إلى فتاوي مع الأسف الشديد التي يعني تشجعهم على الاستمرار بهذا العمل. يعني الكثير حقيقة من الأسباب التي لا تمت لا للمنطق ولا للإنسانية بأي صلة، ولذلك نرى أن عمليات التعذيب مستمرة في هذه السجون. لا ننسى أن هؤلاء السجناء السجانين لابد أن يكونوا يعني تحت سيطرة المخدرات التي أصبحت الآن منتشرة في العراق بالصورة، وهم جزء من هذا المجتمع، ولذلك نتوقع أن كثير منهم يعني يصل بهم الحد إلى حتى يعني الحصول على المخدرات من أجل الوصول إلى هذه الحالة التي يعني تبيح لهم أن يمارسوا التعذيب بحق هؤلاء. كما تفضلت في بداية الإجابة هم غير أسوياء كما تفضلت، لكن دكتور هذا يطرح سؤالا إضافيا عن دور وزارة الداخلية والعدل المنوط بها حماية حقوق الإنسان
وخاصة السجناء في المعتقلات العراقية. هذا العنف المستخدم وتورط السلطات بهذه الجريمة من خلال عدم مقدرتها على حماية هؤلاء المعتقلين. الأصل أن يطبق عليهم القانون ويحاكموا، وبعد انتهاء محكومياتهم يغادروا السجون، وتسعى الحكومة لإصلاح أحوالهم حتى فيما بعد. لكن الذي يجري هو تعذيب مستمر على الرغم من محاكمتهم، بعضهم ليس محكوما، وبقائهم في السجون لمدة طويلة. نعم بالتأكيد، يعني الحالات كثيرة أن المعتقل أو السجين يعني تحت وطأة التعذيب الشديد أثناء خاصة عملية التحقيق من أجل انتزاع الاعترافات بالقوة. الكثير من الحالات قد وصلوا إلى الوفاة في هذا المرحلة، يعني حتى قبل الوصول إلى مواجهة القاضي واستصدار حكم ضد هذا السجين بذريعة بشتى حتى الذرائع التي يريدون أن يلفقوها له، أو حتى قام بارتكاب أي عمل أو أي جريمة. الحقيقة هذا يؤكد أن ما تمارسه الوزارة الداخلية أو وزارة العدل هو ضد حقوق الإنسان، ولأن هؤلاء الذين يمارسون التعذيب لن تصل إليهم يد العدالة، فهم سوف يستمرون بهذا العمل. نرى في العراق ظاهرة الإفراط من العقاب أصبحت متفشية بصورة كبيرة، وحتى يتم دفع أموال من أجل أن يعني يتم تعذيب حتى المعتقلين. ولذلك فإن يعني حتى الوزارات في تكوينها ليست لها صلة بمصلحة الشعب العراقي ومصلحة المواطن العراقي، الذين يقولون أن هذه السجون هي للإصلاح وليس للعقاب. فأين هذه من ما يمارسونه؟ العكس هو الصحيح، هذه السجون أصبحت ما يعني أماكن للموت والتعذيب وليست أماكن للإصلاح، وكل من يدخل لها لا يخرج إلا يعني بقدرة قادر كما يقولون. نعم دكتورة، أخيرا مع تأكيد بعثت يونمي لمجمل الانتهاكات ما تقوله دائما، ما الخطوة التالية للبعثة؟ هل لديها ما تفعله؟ إذا كانت بعثة يونمي هي لمصلحة جاءت لمصلحة الشعب العراقي، فيجب أن يعني تقوم بتفصيل هذه الانتهاكات أمام مجلس الأمن، وهو المفترض أن تقوم به أثناء يعني الدورات المنتظمة التي يمثل أمامها رئيس بعثة يونمي أمام مجلس الأمن الدولي ويقدم تقريره. ولكن الذي يحدث دائما أن بعثة يونمي تقوم يعني يعني الإشارة إلى ما يحدث من انتهاكات، لكن من جهة ثانية تحاول أن تبين أن الحكومة سوف تقوم بهذه الإصلاحات وفي المستقبل، وأن هناك بعض الخطوات التي هي كما معروف على الورق وأصبحت واضحة للعالم، حتى أن يعني أصبحت الآن هناك يعني نظرة حتى لدى كثير من يعني من في الأمم في مجلس حقوق الإنسان أن ما يحدث في العراق وما تقوم به الحكومة العراقية هو مجرد دعاية فارغة وحبر على ورق، ليس أكثر من ذلك. حتى ما يقدمه العراق أثناء الحوارات مع مجلس حقوق الإنسان طرح للجميع أن هذا فقط كلام ليست له يعني أي مساس بلب المشكلة وبما يمكن أن تقوم به الحكومة بخطوات فعلية، ومنها يعني تقديم من يرتكبون مثل هذه الأفعال إلى العدالة، وهو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يثبت أن لدى الحكومة العراقية نية طيبة ولديها شعور بالمسؤولية نحو هذا المواطن الذي يمارس بحقه هذا الصنف من التعذيب، وبالتالي الحد من هذا من أجل أن يحققوا هذا الشعار أن السجون للإصلاح. ولكن كل الذي نعم. تقوم فيه شكراً. الحكومة هو مجرد أقوى شكرا دكتور. أي أفعال. شكرا دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.